كما شارك معالي وزير الخارجية في اجتماع اللجنة الوزارية لمبادرة السلام العربية، وقد ناقشت اللجنة آخر تطورات قضية القدس الشريف وجهود وتحركات اللجنة المصغرة التي تم تشكيلها من قبل مجلس الجامعة العربية، إضافة إلى المساعي والتحركات الفلسطينية على الساحة الدولية، ومشاركة فخامة الرئيس محمود عباس رئيس دولة فلسطين الشقيقة في اجتماع مجلس الأمن. كما تم خلال الاجتماع بحث آخر تطورات القضية الفلسطينية على الصعيدين الإقليمي والدولي.